ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا مواليد برج الميزان، النهارده ان شاء الله القرايه العاطفيه بتاعه برج الميزان للنص الثاني من شهر نوفمبر. هنشوف قرايتك العاطفيه، نشوف احوالك واحوال الشريك ومشاعر كل واحد فيكم تجاه التاني ايه. بسم الله، خلينا كده نبدأ نشوف طاقتك وطاقة شريكك يا برج الميزان. برج الميزان، ما تنساش تدعم الفيديو وتحط لايك، ويلا نشوف احوالك ايه. بسم الله، خلينا نسحب اول كارت لطاقتك انت. خلينا نقول طاقة مواليد برج الميزان ونشوف طاقة شريكك. نسحب كارت تاني لطاقة شريك برج الميزان. بسم الله، طاقتك انت the thinking woman، طاقة مواليد برج الميزان. الطاقة بتاعتك هنا معناها المرأة المفكرة، وده بيقول لي انه برج الميزان الفترة دي هيكون حكيم قوي وهيكون عنده التفاهم عالي جدا، وانه برج الميزان على استعداد انه يوصل لمرحلة اعلى من الفهم، خاصة لو كان انثى الميزان. وفي حد هيدخل حياة برج الميزان هيساعده، ممكن تكون انثى، هتفهم مشاعرك، هتكون الفترة الجاية برج الميزان هتاخد خطوات في اتجاه جديد علشان تتقدم للأمام، وكمان في حب جديد هيدخل حياة برج الميزان. ولو كنت رجل فهيكون هتدخل حياتك امرأة واعية وفاهمة، ولو كنت امرأة فانت نفسك هتكوني واعية وفاهمة للحب الجديد اللي هيدخل حياتك. فخليك يا برج الميزان جاهز، لان الفترة الجاية كلها هيكون فيها ازدهار ووضوح، و هيكون عندك الحكمة اعلى. هتكون يا برج الميزان هتاخد طريق الحكمة، والحكمة هتكون في اعلى مستوى من مستوياتها ليك، وهتتعامل بحكمة وتفاهم اكتر الفترة اللي جاية، وامورك كلها هتكون يعني هتكون قبل ما بتاخد اي خطوة خاصة في العاطفة هتدرسها كويس قوي قوي، وهتكون حكيم ومتفاهم لأي حاجة قبل ما تقدم فيها. طيب، طاقة شريكك جورني، طاقة شريك برج الميزان. الطاقة هنا بتقول انه الشخص اللي في بالك او شريكك هيكون الفترة الجاية عنده حركة وعنده انتقال وعنده سفر من مكان لمكان، كأنه بيلم حقيبته او شنطة السفر وهيبعد او هيمشي، هيكون في اجازة، هيطلع رحلة، حاجة متعلقة بالشغل بتاعه او بالعمل بتاعه عند البعض طبعا، او كأن الشخص ده بيفكر في خطة و شايف ان الحياة كلها رحلة، وكأنه عايز يقدم على بعض المغامرات وعايز يحدد مستقبله او يعمل خطة لمستقبله، وعايز يبعد لفترة من الوقت، يعني يظبط فيها كده خططه وافكاره. طيب تعالوا نشوف الكروت هتقول لنا ايه يا برج الميزان عن الشريك الفترة اللي جاية دي. بسم الله، شريك برج الميزان وبرج الميزان، نشوف خطواتك انت وشريكك. خلي الكارتين بتوعكم هنا، خلينا ناخد كروت، خلي دول هنا، هنشوف طاقتك انت وطاقة شريكك الفترة اللي جاية هتقول لنا ايه. برج الميزان شايفك زعلان قوي وشايل حمول، وشايفة العلاقة مش ولا بد، زي ما قلت هنا الشريك عايز يبعد
وياخد وقت كده بعيد عن العلاقة العاطفية، يبعد مؤقتا. كمان شايفة انه البعض منكم هتقابل حد، هتقابل شريك جديد. الشخص ده ممكن تقابله في مكان عام، و هتبقى انت حاسس انه الشخص ده مناسب وهتكون مستمتع قوي بمعرفته، و انت هتنجذب للشخص ده، بس انت هتستنى ان الشخص ده هو اللي يبادر وهو اللي يكلمك. وفي التلت الاخير من الشهر شايفة عندك العلاقات هتبدأ توسع اكتر، وهتبدأ الامور تنفتح وتبقى احسن من بداية الشهر بالنسبة ليك يا برج الميزان. طيب برج الميزان شايفة كمان انه المنفصلين منكم في ناس يعني نهت العلاقة دي، شايفة في علاقات منتهية، شايفاك انت اللي نهيت العلاقة. انت كنت حاسس وانت جوه العلاقة دي يا برج الميزان ان انت متقيد ومتربط ومخنوق جوه العلاقة دي، ومكنتش حابب ان انت تكمل فيها، وكنت شايل مسؤولية العلاقة دي من الألف للياء، كأن انت اللي كنت متحمل كل حاجة. العلاقة دي انهارت فجأة، انهارت فجأة. شايف هنا حصل عندك تحذيرات، في حد في النص وقع في العلاقة دي، و كان السبب في انه العلاقة دي ما تكملش. العلاقة دي انهارت فجأة، كأنك انت اتطعنت في ظهرك من الشخص ده. شايفاك اتطعنت في ظهرك من الشخص ده يا برج الميزان، وشايفة انه التأييد اللي انت كنت فيها دي كأنها ما كانتش طبيعية. انت كنت محتار، كنت متحير، اكمل ولا امشي، استنى واصبر ولا امشي من العلاقة دي. فشايفة عندك ان انت في الاخر اخدت قرار بان انت تنسحب من العلاقة دي وتمشي، وده اللي حصل. انت خدت بعضك ومشيت. العلاقة دي كانت محسساك بالثقل قوي وبالمسؤولية الجامدة، يعني انت كنت حاسس ان انت مش مرتاح، ما كنتش مرتاح. انت اكتشفت سر في العلاقة دي، عندك التور، اكتشفت سر صدمك، او اكتشفت حاجة صدمتك في الشريك، فخلك اتخليت عنه واتخليت عن الارتباط معاه ومشيت، سبته ومشيت. والموضوع ده اثر عليك، يعني الموضوع ده اثر عليك، الحاجة اللي انت اكتشفتها في الشخص ده اثرت عليك وخلتك تنسحب. الشخص ده ممكن يكون برج الحوت او الثور او الجدي او العذراء او الحوت زي ما قلت لك. ايه تاني في الابراج قدامي هنا؟ عندي ال ايس اوف بنتيكل، قلت تور، جدي، عذراء، كمان ال ايس اوف وانس، ممكن كمان الشخص ده يكون برج الحمل او الاسد او القوس. دي الابراج اللي عندي، او التور تاني برضو. كمان ممكن يكون العقرب او القوس برضو، النايت اوف وانس. و هيجي لك اخبار عن الشخص ده، البيج اوف بنتيكل، في اخبار هتجي لك عن الشخص ده، تسمع عنه حاجه. وعلى فكره برج الميزان الشخص ده بيتابع اخبارك، بيتابع اخبارك وعايز يرجع يبدا معاك بدايات جديده، عايز يرجع يبدأ معاك بدايات جديدة ويعتذر عن اللي فات. الـ Ace of Pentacles. كمان شايفة ان الشخص ده كأنه في سفر، مش موجود معاك في المكان، او انت اللي مسافر. في حد منكم، للبعض منكم في حد منكم مسافر، و في مسافة بينكم، شايفة انه في مسافة، ممكن ما يكونش سفر، يكون مسافة في، يعني مش متفاهمين قوي،
او منفصلين خالص، مفيش يعني بينكم تواصل. الشخص ده برضو ممكن يكون برج الجدي، عندك هنا ال 3 اوف بنتكل. شايفه العلاقه دي كانت بالنسبه لك صعبه جدا، كأنه انت دفعت عن العلاقة دي بأقصى ما عندك، والعلاقة دي كانت يعني محسساك بالمسؤولية، وكنت حاسس بعبء شديد. برج القوس متكرر عندك يمكن 3 4 مرات، العلاقة دي كانت عبء على قلبك. الشخص ده رغم انه مشي ولكن بيفكر فيك برضه، يعني باصص وراه على العلاقة اللي كانت بينك وبينه. ممكن برضو الشخص ده يكون برج الدلو، عندك الفايف اوف سوردز. بعد اضطراب كتير وصراع كتير وخسارة، وحاسس ان هو خسرك في العلاقة دي، حاسس ان هو خسرك ومش عارف يرجعك تاني، للأسف مش عارف يرجعك، فندمان جدا. برضو الشخص ده ممكن يكون برج الأسد أو العذراء، الكينج اوف بنتيكل. الكينج اوف بنتيكل هنا برضو بيقول لي لا، الشخص ممكن يكون حمل برضو أو ثور. إنه الشخص ده شايفك حكيم، كنت حكيم جدا، أنت كنت حكيم جدا، فهو ندمان كل ما يفتكرك ويفتكر حكمتك. بيقول ان هو اللي مداش العلاقة دي فرصة، هو اللي مداش العلاقة دي فرصة، وانت لما مشيت ما بصيتش وراك، انت ما بصيتش وراك تاني. ال Six of Swords انا شايفه هو كمان مشي، يعني انا شايفه في عند البعض انتوا اللي مشيتوا، وعند البعض تاني هما اللي مشي وما ولاش تاني على العلاقه دي، بس شايفاه انه راجع يعمل بيت واسره، راجع يكون بيت واسره. وعلى فكره شايفه المتزوجين حياتهم حلوه الفتره اللي جايه، المتزوجين الحياه هتكون يعني ما شاء الله على ما يرام الفتره اللي جايه، وشايفة فيه لم شمل ولم أسرة عند المتزوجين، لم شمل أسرة عند المتزوجين من برج الميزان. الشخص ده راجع يقدم السماح تاني، عايزك تسامحه، وعايز يرجع المية المجاريها، عايز يرجع المية المجاريها. طبعا انت الأمر في الأول وفي الآخر يرجع لك انت. الشخص ده متابع أخبارك، تابع اخبارك. كمان الشخص ده يعني خلاك في فترة من الفترات مرتبك، يعني حصل عندك خيبة امل في الموضوع، في عدم ثقة في النص، انت كأنك ما وثقتش فيه. شايف هنا الزمون في عدم ثقة في الموضوع، في أزمة حصلت في العلاقة العاطفية، انت كنت خايف وكنت حاسس بعبء وانت في العلاقة دي، ولكن الحقيقة بانت لك على فجأة، اكتشفت حاجة، في نزاع وفي صراع حصل، وفي قرار انت اتخذته بان انت تمشي، مشيت ورا احساسك ومشيت، سبته ومشيت، وانت حاسس من وقتها ان انت عملت الصح وان انت كده في الاتجاه الصحيح. شايفاك كمان كنت بتدور عن السبب الحقيقي للانفصال او للاضطراب اللي حصل، لانه انا شايفه هنا ان تطور العلاقه انهارت فجأة من غير اي مقدمات، كنت حاسس نفسك مقيد قوي في العلاقه دي، ما كانش فيه ثقه بينكم، وده كان سبب كبير من الاسباب اللي خلت او اللي خلتك انت تسيب العلاقه دي وتمشي، انه العلاقه ما كانش فيها ثقه، ما كانش فيه ثقه.
كل واحد كان في وادي، ولكن في أخبار هتجيلك من الشخص ده، في أخبار هتجيلك عنه، هتسمع حاجة عن الشخص ده يا برج الميزان. عندك الناين، عندك الايت اوف وونز، في اخبار هتسمعها عن الشخص ده، في سفر هتسمع انه مسافر، هتسمع حاجة، في رسالة عايز يوصلها لك، عايز يرجع يكلمك تاني، عايز يتصل بيك في تليفون، المهم ان هو حابب انه يكلمك تاني، عايز يرجع يعني. باصص قوي على الماضي، حزين رغم انه مشي، بس حاسس بيبص عليك دايما، بيبص ورا، بيبص على الاحداث اللي حصلت. خليني اخد لك كروت الرومانس نشوف، بسم الله، نشوف كروت الرومانس هتقول لنا ايه عن العلاقة دي، تدينا معلومات اكتر. برج الميزان، العلاقة اللي انت بتسأل عنها، العلاقة اللي انت بتسأل عنها او استفسرت عنها، فيها حاجات لسه ما اكتملتش، فيها اركان ما اكتملتش بالنسبة للمنفصلين، فيها اركان لسه ما اكتملتش بالنسبة للعزاب. على فكرة في اشخاص جديدة انا قلت لكم هتدخل حياتكم. بالنسبة للمنفصلين في اركان لسه ما اكتملتش في العلاقة دي، و الكارت بيقول لك خليك ماشي متقدم، بس اصبر شوية، انت اتعلمت من الدروس اللي فاتت، اصبر شوية وهتقابل رفيق روحك، هتقابله وهتحس برومانسية وهتحس بكيمياء بينكم، هيكون في بينكم انجذاب كده زي المغناطيس، كأن مغناطيس كده بيجذب شخصين، هتشفى من اي ألم عديت بيه، وهتقابل توأم روحك، ده اذا ما كنتش انت قابلته فعلا، و حاول تنسى الماضي، وانت هتلاقي اجابات للاسئلة اللي انت بتسأل عنها. لما تنسى الماضي هتلاقي اجابة للاسئلة اللي انت بتسأل عنها. طيب كمان عندك الكارت ده بيقول لك من الاحسن ليك ان انت تحب، او من الامن ليك ان انت تحب، افتح قلبك للعطاء واستقبل الطاقات الإيجابية من الجميع. وبرضو البطاقة دي برضو بتقولي ان انت حامي قلبك من الأذى بسبب تجارب السابقة المؤلمة اللي انت مريت بيها، والملايكة هتجلب لك الحب الرومانسية. لو انت حاطط درع حوالين قلبك فهتحب ازاي؟ يعني كده بيقول لك لو انت حاطط درع حوالين قلبك انت هتحب ازاي؟ افتح قلبك، قلبك مغلق ليه؟ افتح قلبك وارجع للشريك، هتحس انت بحد كويس هيدخل حياتك، هتجذب الشخص المناسب، اسمع لتوجيهاتك الداخلية، وانت هتحس بالحب، وهتحس كمان بمحبة الناس حواليك. افتح قلبك للناس الكويسة، واطلب من الناس الإيجابية اللي حواليك المساعدة لو احتجت، واتبع إرشاداتك واتبع حدثك يا برج الميزان، اتبع إحساسك. يعني عندك هنا الهاني مون، استمتع بوقتك، هتشايف البعض اللي عندهم رجوع هيستمتعوا بوقتهم حلو قوي، وانت كمان محتاج تاخد أجازة علشان ترجع الحب وترجع الرومانسية لحياتك. كمان الناس المتزوجين محتاجين ترجعوا الرومانسية لحياتكم، و شايفة البعض منكم هيتجوز ان شاء الله، في زواج وفي قضاء شهر عسل مع بعض واوقات حلوة، و
المتزوجين زي ما قلت رجعوا الحب تاني والرومانسية تاني، خدوا عطلة مع بعض، اخرجوا اتفسحوا حتى لو في البيت، رجعوا الرومانسية تاني لحياتكم. العزاب عندهم شهر عسل ان شاء الله، والمنفصلين عندهم زواج وعندهم شهر عسل، في رجوع ان شاء الله للبعض الكتير من مواليد برج الميزان. طيب برج الميزان، خليني اخد لك، اسأل كده بقى اي سؤال في دماغك عن الشريك، وتعالى نشوف اسئلة الملائكة او اجوبة الملائكة، نشوف اجوبة الملائكة هتقول لنا ايه، ونسأل كمان الشخص ده ممكن يكون هيرجع امتى. بسم الله، خليني اخد لك اول كارت، وادي تاني كارت، خليني اخد لك كارت ذهبي كمان، شوف ميعاد الشخص ده هيرجع ان شاء الله قبل نهاية السنة بإذن الله، في رجوع لي في الأيام القليلة اللي جاية. كمان لو في موضوع انت سألت عنه فإن شاء الله الموضوع ده هيتحقق، هيحصل يعني، وشايفة فيه رجوع عندك انت والشريك. يعني لو كنت سألت هل الشريك هيرجع ولا لأ، فالكارت بيقول لك يس، يعني في رجوع ان شاء الله، و في لم شمل بينك وبين الشخص اللي انت بتسأل عنه يا برج الميزان. لو كنت بتسأل عن حد لسه متعرف عنه فهو كويس ولا لأ، فبرضو الكروت بتطمنك وبتقول لك ايه، و اجابة سؤالك هي نعم يعني، وامورك اللي جاية هتكون فعلا احسن، والشخص ده زي ما قلت لكم هيرجع ان شاء الله في الفترة القليلة اللي جاية. الامر متروك ليك، it's up to you، الامر متروك ليك، او النتيجة النهائية للموقف اللي انت بتسأل عنه ده بين ايديك، وانت اللي تقدر تأثر على يعني حياتك، وانت اللي عندك حل لأي تحديات بتواجهك، وخليك واثق من نفسك، وانت اللي هتحقق النهاية السعيدة لحياتك. الكارت ده بيقول لك كده، انت اللي بإيديك تحقق النهاية السعيدة لحياتك، ما تستناش حد تاني هو اللي يتولى مسؤولية قراراتك، انت اللي تاخد قراراتك وانت اللي تتولى مسؤوليتك، لان انت يا برج الميزان اللي هتقدر توصل للنتيجة الناجحة في الاخر. الموقف اللي انت بتسأل عنه ده محتاج لشخصيتك انت، محتاج لخبرتك انت، وانت اللي المفروض تاخد موقف في الحاجة دي. لو كنت بتسأل اكمل ولا لا، انت اللي تقدر تحدد مش حد تاني، ما تديش لحد تاني زمام الامور ان هو يقود عنك السفينة او ان هو يقود لك حياتك، انت اللي لازم تاخد القرار ده بنفسك، وانت اللي عندك هتكمل ولا لا، هترجع للشخص ده لما يرجع نادم ومعترف ولا لا، انت اللي هتحدد ده. طيب خليني اخد لك كارت من كروت الاحجار، ونشوف حجرك المناسب ايه ونصيحته ايه ليك الفترة دي. بسم الله، نسحب كارت حجر الروبي. حجر الروبي، وحجر الروبي ده بيقول لك bless your heart، بارك الله في قلبك، ربنا يبارك في قلبك، وبيقول لك اطلب الدعم العاطفي والروحي عشان قلبك يشفى. يعني اطلب الدعم الروحي من ربنا والدعم العاطفي عشان تشفي قلبك، قلبك محتاج للرعاية وللمحبة بعد الخسارة اللي انت مريت بيها، او بعد انهاء علاقة عند البعض، فانت محتاج للشفاء الروحي. حاول تقعد في مكان يهدي اعصابك، ملائكك الحارس هيكون معاك، اطمن. ودي ممكن، او الكارت ده علامة على ان انت هتوصل للدعم العاطفي بعد الحسرة اللي انت مريت فيها بقلب، يعني بيها في قلبك، او بعد المشاكل اللي مريت بيها عاطفيا. و امورك ان شاء الله هتكون احسن، وربنا هيشفي لك قلبك وهيشفي لك روحك. حجر روبي والحجر المناسب ليك الفتره الجايه دي،
ودي كانت نصيحة حجر الروبي ليك يا برج الميزان. أمورك هتبقى كويسة، العزاب في حب، في زواج الفترة الجاية إن شاء الله، وشهر عسل للبعض منكم، والمتزوجين جددوا تاني في علاقتكم وخرجوا من المود اللي انتوا فيه وجددوا تاني العلاقة مع أزواجكم، والمنفصلين في رجوع، وانت لوحدك يا برج الميزان اللي تقدر تحدد هتكمل في العلاقة دي ولا لا. برج الميزان دي كانت قرايتكم للنص التاني من شهر نوفمبر، اتمنى يا رب تكون عجبتكم. لو سمحت لو كنت حد جديد معانا ما تنساش تفعل زر الجرس وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد ويوصلك بيه اشعار، واضغطوا لايك وما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتس ايه اللي بيحصل معاكم. اشوفكم على خير يا برج الميزان.